توا زاد فور معناها كشفوا لها معناها حاجة خبر صار اليوم على الحداث جانا إيميل كنا في اجتماع في وزارة الصحة يعلمونا اللي تونس معناها من البلدان الأولانيين توا ما بين معناها اللي دونك باش تبدا تاخذ الأفواج وعلمونا اللي فما فوج أول باش يجي في نص فيفري ابتداء من نص فيفري نجم نقولوا فيه أقل شوية من 100,000 جرحى وهذه حاجة باهية كنا نظنوا احنا أقل كنا في بالنا ما بين 50,000 و60,000 باش يكونوا بالأولية الأولوية ماشي القطاع الطاقم الصحي اللي هو في معناها في علاقة مباشرة مع المرضى نتاع الكوفيد دونك جينا أكثر شوية من معناها في الشيشيدة نقول وفما نوع آخر من التلقيح كيف في نفس المبادرة هي كوفاكس هو تلقيح أسترازينيكا فما ما بين 500,000 ومليون معناها جرعة باش كدفعات أولى نجم نقول باش يجيو بداية من مارس ولا آخر فيفري والله ما نعرفش هكا بالضبط إذا نزيدو نكبسو هذوما زوز حاجات معناها خبر صار ومكلنا باش نبداو عملية التلقيح في البلاد التونسية حسب الأولويات اللي عندنا واللي قلناها ديجا في نطاق معناها عدة مناسبات وقت اللي فسرنا الاستراتيجية التونسية في ميدان التلقيح هذايا بتكون حاضر احنا ما نمشيوش في مشكوك فيه ما عندناش الحق باش نشكو من أي حد هذايا معناها ثم ملفات تثبت إدارة الصيدلة والدواء ثم معلومات اللي هي منشورة في نشريات علمية وفما معناها تعاملات وفما ناس خلال التلقيح هذا في عدة بلدان في العالم وفما نتائج علمية دونك احنا ماناش ندخلوا في لا في تشكيك لا في حد شيء صحيح اللي الملف احنا طلبنا دابا احنا اللي الاولانيين اللي مشينا واتصلنا بالجماعة الجمالية والروس عن طريق السفارة وعن طريق عدة معناها كشفوها دي سيركوي ومعناها طلبنا وقلنا لهم يعيشكم تسرعوا باش تعطيونا الملف الكامل اللي هو باش يمكننا باش نسجلوها احنا في تونس والعملية في بالي معناها كملت يظل البارح معناها كملت البارح في الليل دونك احنا هذيك هي كشفوها حاجة أولى باش نجم وإحنا نقتنيو التلقيح هذايا حاصلة توا وإحنا أحرار باش نشوفو حسب الكميات اللي جينا عن طريق معناها أطراف أخرى وعن طريق مبادرات أخرى وباش نعينو الكمية اللي بتجي ويظهر لي معناها ما يلزمش الناس تخاف إحنا معناها فما ثلاثة حاجات اللي هي يلزم تكون شروط في أي دواء أو تلقيح يدخل البلاد التونسية. الحاجة الأولى هي الجودة، الثانية هي السلامة، وثالثا النجاعة. دونك هذوما يزوم يكونوا متواجدين وعندنا احنا الإمكانيات باش نشوفوا نقراوهم في الملفات أو في أما في المراحل التجارب التدريبية الثالثة اللي هما يعطيونا النتائج نتاعها وإلا حتى في ما بعد المرحلة هذه عن طريق معناها البلدان والأماكن اللي صار فيها معناها استعمال التلقيح هذا ومدى نجاحه ومدى أيضا كان فما معناها أعراض جانبية.